جاي جي. السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى في مونشتاتس. أنا عارف الجزء اللي سبق كنا تسارين هذه المدينة، ولكن غادي ندير السباب اللي مازال فيها ما يتشاف، وكاينين بلايص زوين خصنا نزوروهم. غير اختلاف مقارنة بما فات، هو غادي نحاولوا نديروا شوية الانتراكشنز مع شخصيات والساكنة هذه المدينة. مثلا بان شي واحد مثير للاهتمام نهضروا معاه، نعرفوا شنو تحت راسه ولا شنو كيقول على هذه المدينة بصفة عامة. ومن غير البشر تلا بان شي كلب ولا شي حمار ولا شي دحش حتى هو نتناقشوا معاه. ونزوروا الكوميسارية ديال مونشتات، حتى هي في واحد المكتبة زوينة خصنا نشوفوها. هذا الفيديو هذا تقريبا بحال المره اللي دازت، يعني غير المساريه، ما كاين لا مطايفه لا حتى شي حاجه. حاجه اخرى بغيت نوصل اللي غادي يتفرج معي في هذا الفيديو يرد البال للموسيقى، حيت درت واحد الريغلاج جديد ديال الصوت اللي غادي يخلي واحد الموسيقى تسمع بواحد الطريقه زوينه. وزيد على هذا الشيء كاين شي موسيقى جديده غادي نوليو نسمعوها في هذا الفيديو مقارنه بالفيديو اللي داز. المهم هذه واحد الملاحظه وصافي. دابا نتحركوا، يا نبداو المسيرة ديالنا. هوريا، كيبان لي شدوا اليمن، حيت خصنا عاوتاني بعدا نطلعوا لهاد الطاحونة ديال الهواء، نطلعوا للراس ديالها، ماشي الراس ديالها، كنظن هي حداد هاد اللعيبة هنايا، ما نقدروش نفوتوا هاد البلاصة هادي. غادي نشدو ليا من بعدا وعاد نقرب باش نبداو. غالبا انا نهبطو لتحت باش نبداو من البدود المدينة، حيت غادي نو كنكتاشفو. هاداك الشوي بيني راه مازال كي كم الضلوع بالشميشة هنا. Perhaps I should go on a trip to Sumeria. أنا متأكد كيكون واحد الكلب هنايا. إما ما كاينش. حيت كيتحركوا باش زوين هاد العباد، داك الشخصيات ديالها راه كيتحركوا، كيبقاوش بلاصتهم. البلاصة زوينة، عجبتني بهاد الأرضية ديالها. هذيك بوس غوث جراند هوتيل، هذا هو البوس ديال شي لوطيل. ما عرفتش انا لوطيل ديال هاد المدينه فين جاي. هاي صدنا نهبطو دابا، انا نهبطو دابا لبدود المدينه ونبداو التركيل ديالنا. راحت القطه كتبان. وي هاد البلاصة عامرة بالقطوط، راه الفيديو اللي دازت كنا شفنا شي ثلاثة القطات هنايا. ها هما جوج هنا بعدا، ها هما، و راه وحدة وحدة راه عاد بانت بيها، هي شابكة قطوط. واغن، راه نشوفو هذا شنو كيبيع. Can I help you? Yes. Show me what you got, boy. I'd like something made. What do you have to sell? I'd like to ask about something. يمكن لي نعطيه كنظن المكونات هو يصلح لي، يصوب لي زعما شي سلاح او يصلحهم، ما عرفتش. او لا يمكن له يبيع لي شي حاجه واجده، نشوفوا شنو عنده. Take your pick. You'll find no second rate items at Wagner's. Okay. عندنا سيدي silver sword. Old Merc's Pal هادو بجوج عندي كنظن. Iron Points هذا راه Polyarm، يمكن نقولو Polyarm ولا Spear، هو داك الرمح راه اللي كيشخد ليغو في ليجندز، هو السلاح ديال زين زاو كنقولو لحنا كزين، قال لهم قرف عباد الله. عندنا Pocket Grimoire و Seasoned Hunter's Bow، بو هو داك الرمح. Pocket Grimoire هادي راه شرحتها كنظن في الفيديو 38 ولا 39،
داك اللعبه ديال بامكن جاك، كنا هضرنا على هاد غريموار، هو داك الكتاب ديال السحر راه كاتبين عليه carefully compiled notebook featuring the essentials needed to pass a magic exam. قالك واحد الكتاب، واحد النوتبوك، المهم ولا كتاب، فيه واحد المعلومات، واحد المعلومات رئيسيه اللي انت تحتاجهم الا بغيتي تنجح في شي امتحان ديال السحر. وي القجاق اللي عنده تخينا عالم. وفينا مايلز؟ كونكور البوليس خرج ولا مازال؟ يا باطوز نشوف هاد هادي فري، هادي كتبيع الورد فلورا. Welcome to Floral Whisper. Do you need anything? Yes. شنو عندك؟ I'd like to buy some flowers. Tell me about your flowers. نشريهم عندها الورد، نشوف شنو عندها. Certainly, we have a fine selection whether you're looking to give a bouquet to someone or even do some gardening yourself. قلت لك عندنا واحد الموني زوينه ديال الورد. سواء كنتي باغي تعطي شي بوكي لشي واحد او لا كنتي باغي دير تزرعهم في الجردة عندك. ها شوف شنو عندك، عندك 5 د الوردات وداير لنا فضيحه. هذه هي فاين سيليكشن. كنظن كلهم عندي فري، راني ماشي شاريهم، ممكن كنت كنجمعهم اللي كنت اول مره لعبت هذه اللعبه. غادي سويت فلاور، نشريهم عندها شي حاجه، نشريهم عندها هذه. تنصب بها اتاي من بعد. يا البعلوكة. لا 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 مطيشة. راديش ولفت انا تما، بطاطا، وعندنا هاد الطنجيات اللي في الارض ما عادش فيهم العسل ولا القطران. هادي يلا اللي عنده شي كاس القهوه يمشي يسخنه ولا كاس داتا ويجي يتفل هدايا، حيت راه غير المساري ما كاين لا مطايفه لا حتى لعبه في هذا الفيديو. افين التوته؟ اوكي سو هاد البلاد. ها الكلب، شتي راه المره اللي داز قلت لكم كيكون واحد الكلب هنايا. ها هو راه مازال عاقل، حيت هاد الفيديو اللي داز راه لي واحد يومين باش سجلته ولا 3 ايام، راه مازال تما بوستيتو، مازال تما صوبته. وهنا انا عاقل كيكون كلب. ها هو ساك تمرغد يا الجرو. اجي نتقداو. اجي هاكا اجي نشوفو هادي شنو كتبيع. Welcome to Good Hunter. How can I help you? Can I get food to go? نشوف عندنا شي ماكلة واجدة. نشوف. Yeah. Certainly, here's the menu. Okay, Tevet fried egg. انا نشرح لكم هذا كويكلي ونتحركوا. عندنا سيدي Tevet fried egg. راح نشرحنا المرة اللي دازت، هو البيض مقلي. Chicken mushroom skewer، القطبان ديال الدجاج بالفطريات. Champignon. Fisherman's toast، والخبز خبز محمص في البصلة والحوت ومطيشة. فلاور، طحين، كريم. سموكت فاول، هو الفخذ ديال الطير، ماشي ديال الدجاج، المهم الطيور بصفة عامة، يقدر يكون ديال الحمام، يقدر يكون ديال بيبي، المهم ليه كان، المهم الطيور الفخذ ديالو محمر مبخر زعما، سموكت يا مبخر. عندنا الباتر، زبدة، هام كنظن هو الفخذ ديال الحلوف. يا هو الفخذ ديال الحلوف. شوغر وسكر، كراب رو هذه صعيبة، انا عارفها ولكن هذه راه قليل اللي يكون عارف هاد اللعيبه. عندنا مثلا الكافيار، كنظن الكافيار هو البيض ديال الانثى ديال الحوت. وعندنا الكرابرو هو البويضات ديال الانثى ديال سرطان البحر. دابا داك سرطان البحر الانثى ديالهم اللي كتحط داك البويضات، هذاك هو الكرابرو. ما عارف شنو كيديروا به. دابا كاسينات فيميل كرابس، هاي كاتبين ولا ما قريتها. Specific to female crabs, a rare and prized ingredient that isn't quite to everyone's taste. يعني قال لك
قال لك هاد المكون هذا نادر وماشي كلشي كيعجبو، بحال القهوه مثلا. القهوه كيقولوا عليها الناس اكواير تيست، معناتها واحد الذوق اللي كتكتسبو مع الوقت، ما كيعجبكش اول مره كتذوق القهوه. عندنا الجام هو الكوفيتير، تشيز، فرماج، بيكن، طرفات اللحم ديال الحلوف، خنزير، وهذاك. وعندنا سواسيسو، نشريو من عند الكوفيتير. شريو من عند الكوفيتير، شريو من عند جوج قرعة الكوفيتير. شريو من عند شنو ندير انا بالكرابرو، شريو من عند السكر باش من بعد بغينا نطيبو شي كاس داتاي، والطحين بغينا نصاوبو شي بيتزا ولا شي خبز بالشعير ولا شي حاجة بالك. صافي الله يجعل البركة، نمشيو بحالنا. اشنو انت؟ تمشي معايا؟ هوريا! غورميت يعطي غورميت عالم. غورميت كنقولوا على شي واحد كيتذوق الماكله، مثلا كتكون شي منافسه ديال الاكل ولا بحالك، كيحطوا مثلا الحكام ديال المنافسه وكيبداو يتذوقوا الماكله ديال الناس شنو كيطيبوا. هذاك الناس اللي كيتذوقوا كيتسموا غورميت، شي واحد اللي كيتذوق الطعام كيتسمى غورميت. دابا دخيتي هذيك اي حاجه طيبه كتجي تذوقها. نو سبايسي ديشز، ما بقاتش نقولوا الماكله مصوبه ب سبايسي، يعني توابل مو سبايسي. انا نهضر مع دخينا هذا نايتو فافونيس هافمن. نايتو فافونيس good day nice of Favonis at your service. قال لك يوم سعيد، الفرسان ديال فافونيس في الخدمه ديالك. اوكي، tell me about the knights of Favonis. Tell me about Mondstadt. سنسولو على مونشتات ولا نسولو على المخزن ديال هاد المدينه؟ نسولو على مونشتات، المخزن نمشيو عندهم بلاتي حنا. It's a city adored by its archon and its people, which is the reason for the knights of Favonius's existence. قالك سيدي هاد واحد المدينه كيبغيها الارشن ديالها والناس ديالها. الارشن هو داك الاله اللي اسس هاد المدينه هادي، كنظن سميتو باربيتوس. قالك هذا which is the reason for the knights of Favonius's existence. وهذا هو السبب اللي كيخلي هاد المخزن هذا يتواجد في هاد المدينه، يعني الحب ديال الناس ديالها والمؤسس ديالها. اوكي، well that's all. Our belief is short and simple but strong, isn't it? اما قلتي لي تلعب. قال لي هادشي اللي كاين، قال لي الايمان ديالنا ولا الاعتقادات ديالنا هما بحال نقولوا قصارين ولكن قويين في نفس الوقت. قال لي واش متفق معايا؟ اجي نوريك واش متفق معاك ولا راني شرم المك. شنو تخلص علينا شي كاس دبيرة ولا لا؟ نمرود شاب كبير هنا. ما عرفتش دي قهوة هادي، بعدا متأكد ميمكناش ندخلو ليها، ولكن كنظن هذا مارشي. يا مارشي هاد خضرا و بيسير، عندنا البير هنا. يا انت حركوا دابا شوفوا ايش نوع النهايه مزيان زوين هاد اللعبه والله الا واعره بد الديكورات ديالها. سو انا جينا. اوكي سو انت حركوا دابا نمشيو يا نمشيو ال كاين واحد الخريجة هنايا، واحد الميناء. غنشوفو هو الأول عاد نتحركو باش نطلعو للفوق، حيت نبقاو غاديين وحنا طالعين، ما نحاولو ما نرجعوش لهاد البلايص، في الحضر اللي نشوفوهم ما نوليوش نرجعو.
وهنايا في هذا الخريجة كاين واحد الميناء جاي جي سايدر ليك. مش كاين واحد القضية بغيت نذكر على هذا السايدر ليك آرثر. تقدر واحد القضية غريبة هي أن بنادم يقدر يتعلم شي لغة حياته كلها، مثلا هو كيتعلم شي لغة وتقدر تغيب عليه شي كلمة بسيطة بحال هاد السايدر هادي. المفهوم ديال السايدر هو عصير ديال التفاح، وقوة اللي ما كتستعملش هاد الكلمة يعني اوف غريز واعر. قوة اللي ما كتستعملش هاد الكلمة ديما بنادم إلا سولتي دابا قلتي له شنو هو عصير ديال التفاح يقولك ابل جوس، حيت ما عمري انا سمعت شي واحد قال السايدر. هاد الكلمة هادي من نهار عرفت اللونجلي كنا نسمعها مرة واحدة، وهذه هي المرة الثانية في هاد اللعبة هادي. سايدر هو عصير ديال التفاح. دابا هاد البحيرة سميتها سايدر ليك، معناتها بحيرة عصير التفاح. يعني غريبة هاد القضية. مثلا فورتنايت، نقدروا نعطيو مثال بفورتنايت. إذا مشيتي عند شي واحد مثلا واخا عنده لونجلي مزيان تسولو تقولو شنيا فورتنايت، يقدر ما يعرفهاش واخا هو كيستعملها ديما. أو لا أنجلا، أنا نهضرو على أنجلا، حنا دابا كنهضرو هي سميتو مونشتات أنجلا. فورتنايت المفهوم ديالها هو جوج سيمانات. بنادم ديما كيقول مثلا I'll see you in 2 weeks، غنشوفكم دابا جوج سيمانات. ولكن إلا قالك I'll see you in فورتنايت ما تقدر ما تفهموش، تسمى مولفش كتسمع بحال هاد الكلمة تاعك. أو لهاد أنجلا عاوتاني، هادي واحد النهار ليلة، واحد النهار هضرت مع الأستاذ ملي كنت نقرا في الباك على هاد أنجلا هادي. وشنو هي شنو المفهوم ديالها؟ هي الصياد ديال الحوت، ولكن عندها واحد الشرط باش كيتسمى انجلا. نقدروا مثلا نقولوا فيشرمان، وفيشرمان هو صائد ديال السمك، صياد الحوت. ولكن فيشرمان يقدر يمشي مثلا في باطو يدخل في وسط هاد اللعيبه. طلع يمكن يطلع هنا. يقدر مثلا يدخل في وسط هاد البحيره ويدخل تما ويصيد بالشبكه، وكيتسمى فيشرمان صياد الحوت. ولكن ما يتسماش انجلا. علاش؟ حيت انجلا خصو يكون صياد الحوت وكيصيد بالصناره، الا ما كانش كيصيد بالصناره ما يتسماش انجلا. هذه واحد النهار هضرت مع الاستاذ اللونجلي ديالي في الباك، بقيت كنتناقش معاه على هذه القضيه، وماشي قال لي انت غلط، ولكن ما اقتنعش. يمكن ما كانش عارف هو ولا ما نعرف وما اقتنعش. وهذه القضيه راه يعني متاكد منها 100%. ولكن انت بالألمانية كنقولو أنجلا، كي كتكتب بالانجلي كتكتب بالألمانية، معناتها صياد الحوت بالصنارة. واحد الكلبة عاوتاني. وشنو نتاعي؟ مرسناري، مرتزقة. هاد المرتزقة هادو هما داك، المهم بالنسبة لي ما عارفهاش، حيت كاين اللي ما يرم القضية الكلمة ما صعيباش بزاف. المرسناري هما المرتزقة، والمرتزقة هما داك الجنود اللي كيستأجروهم، كيكون عنده واحد التدريب عسكري وشي واحد كيستأجرو باش يقضي له شي غارات ولا شي بحال هكا، ولا يحميه مثلا غادي شي فيلاج يدير شي صفقة ولا شي حاجة وخاف على السلامة ديالو، كيستأجر المرسناريز المرتزقة باش يساعدو. مشي اشنو نتي؟ ويند ميل كيبر، هادي هي العساس ديال هاد الطاحونة ديال الهواء. مان ويلا زوينة هاد اللعبة، واعرة فيها ما يتشاف، والله إلا فيها ما يتشاف، حيت راه كاينين مملكات وحد آخرين من غير مونشتات. راه حيت انا ما كملتهاش وما عواش نكملها عليها ما نشوفهمش. ما راه كاين
اوكي، سواحد القضية بغيت نذكرها، كنظن باغي نذكرها المرة اللي دازت ونسيت، وهي دابا انا حاليا في الوقت اللي كنصوب هاد الفيديوهات هادو ما كيتفرجوش الناس، يعني قليل بزاف، غير واحد 10 الناس ولا 6 الناس هما اللي كيطلعوا الفيديوهات ديالي، وما عارفش من بعد دابا سنين واش يقدر شي واحد يكتشف هاد الفيديوهات ولا لا. ولكن اللي بغيت نقول وهو ان حيت ما كيتفرجوش الناس ما كاينش الكومونتيرات بزاف، يعني ما كنعرفش بنادم شنو كيقول على هاد الفيديوهات، واش كيعجبوه ولا لا. وهذا هو السبب اللي كيخليني بعض المرة نشك في هاد النوع ديال الفيديوهات واش يعجبوا الناس ولا لا، حيت انا كنحاول ندير داكشي اللي شخصيا كيعجبني، وكنقول مصاب الناس زعما يعجبهم هاد الفيديوهات. مرة كنديروا الاكشن، روينا مغامرات، ولكن بعض المرة كترشق لي انني نصوب فيديو بحال هكا. حنايا كنتساراو كنتموسقو كنشوفوا هاد الديزاين هذا، يعني تا هادو فيديوهات كنظن زوين، يعني شخصيا كيعجبوني، ولكن واش واحد اخر كيعجبو هاد النوع ديال الفيديوهات ما عرفتش. طبيعه الحال كان عندي لي فان، واحد داك الفان بيس مثلا، والناس كيكومونتي وكانوا يقولوا لي مثلا شنو باغيني ندير ولا شنو باغيني ما نديرش، في داك الحاله كنت نصوب فيديوهات مختلفين. ولكن من تما نتمنى هاد الفيديوهات يعجبوكم. نهضر مع هاد سانسا بارد شاعره. Perfect timing. Listen to this. قالت لي جيتي في الوقت. اسمع لهذا الشيء. Good evening. La ladies and. Sigh. I still can't do it. As soon as it's a performance, my stammer just gets out of control. Okay. قالت لي اسمع. قالت لي بحال اللي بغات دير واحد العرض فني قدامي، ولكن stammering هي التمتامة. قالت لي في اللحظة اللي داك البريباراسيون ديالي كتولي عرض حدا الناس، عفوا كتبغي بعض المرات تجيني العطسة وكتمشي. قالت داك ستامرين، داك التمتمة ديالي كتخرج على السيطرة. دابا هادي كتبغي دير عروض حدا الناس، ولكن كتمتم كتبقى ب ب ب ب ب وما كتخليش داك التمتمة ما كتخليهاش تكمل العرض ديالها. Best of luck to you. Thank you. One day I'll become a legendary bard of Mondstadt. One day. شكرا. قلت لك واحد النهار غادي نولي واحد شاعرة مشهورة في Mondstadt. Provided that I can overcome the stammer of course. قلت لك بطبيعة الحال في اللحظة اللي غادي نتهنى مع هاد التمتامة هادي عاد غادي نولي مشهور. Yeah, you can. نو ما نبطوش هنا، غادي كنظن نمشيو دابا للكوميسارية. قبل ما نمشيو للكوميسارية نشوفو هاداك الجهة اللي حدا الخصة، هادي هي الكوميسارية هنا، خصنا ندخلو لهاد البلايص هادي. والكوميسارية فيها واحد المكتبة تاهي زوينة، خصنا نشوفوها. غنضربو نري زعما هنا. شوفوا هاد البلاصة آخر. فريمان زعما طلعنا عاوتاني لهنايا، نطلعو لها دابا. هادي خصنا نطلعو لها دابا. هاد النعورة طاحونا. يعني طلعنا هي الاولى، عاد نهبطوا لهاد الجهه. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. يا اخي هبطي. يا خصني نهبط حيت غادي نطيح. هنايا يا حيت الى تسالي لي هاد السوفل هذا اللي كيبان في الجنب كنطيح.
ما عمري حسبت شحال كاينه من يا كان انا دول حد ما نقدروش نفوتوا هاد البلاصه. هنا يا هاد شحال كاينه من طاحونه ديال الهواء. سو هادي وحده هي حنا راكبين عليها. هادوك لا راه وحده راه لهي وحده هي هنايا. سو كاينين ثلاثه يعني ثلاثه كاينين في المدينه. عزون دوزون نشوفوا شنو كاين. عاد نتحرك. هذا الجنحين واعري. طبعا مشيو دابا نيشان الكوميسارية. خصنا ما نديروش لي بيتيز تما باش ما يقرقبوش علينا. عاد القطاع داخل وي شاب كقطوط وكلاب هذا هاد فيلاج. اوكي مشينا. وتالت تالي ونوليو عاوتاني ندخلو للكنيسة. كنيسة زوين واخا صراحة ما فيهاش بزاف ما يتشاف. هذاك الكولوار كتقطعو صافي ما كاينش بزاف ديال الانتراكشنز من غير داك المبزلة ديال جيليان. هاديك خصنا نهضر معاها ضروري. بورثوس ايثوس. طيب شويه امشيو باش ما يقرقبوش علينا هاد المخازنيه علينا. مابقاش عاقل واش ديمن هي المكتب ولا المكتبه. حيت كاين المكتب ديال جين. شوف هذا هنا كنظن ما يمكنناش نطلعوا. يا ما يمكنناش. اوكي صعدنا هنايا كنظن هنايا المكتب. المكتبة هذه فري خلي المكتبة بلاتي نشوفو المكتب ديال جين. هنايا فري جين هي واحد التوتة. جين واحد التوتة من هنا ما كاين فهاد اللعبة هادي وهي كتسمى الاكتين جراند ماستر. في الرتبة ديال هاد نايتس اوف افونيس كنظن بحال نقولو شي جينيرال. هي جينيرال ديالهم جينيرال كبير ولا كي كيقولوا سبليونيا خينيرال. دابا جين هادي خينيرال في الجيش ديال فافونيس. كيفاه بحال شي ولد المدير. داك الكرسي كبير عليه. خلاص الكتب عاوتاني يمكننا نجمعوهم. راه في المكتبه كيقترحوا علينا شي كتب نهزوهم. ولا بغيتي مثلا تقراهم مثلا كدير الموني كتحل الموني هكا وكتمشي للاركايف كيعطيوك هاد الطابلو هذا. هنا يمكن لك تختار تقرا على مثلا ليفين بيينغز داك المخلوقات كاملين اللي كتلقاهم في هاد اللعبه طايف معاهم وداكشي كتعلم عليهم شي حاجه توتوريالز. خلاص هادو كيعلموك جيوغرافي جغرافيا ترافل لوغ كنظن هادي عندها علاقه بالكويست. وهادي بوكس ماتيريال ايكويبمنت هما الاسلحه هادوك التخربيق. وكاين البوكس مثلا هنايا هاد هذا شو راه ما تقرا هادو كتجمعهم وكتبغي تقراهم.
شي هاد اللعبة فيها ما يدار. Ballads of the Squire, Heart of the Clear, Clear Springs, Hilichurl Cultural. حيت فهاد الكتوبة هادو كتقدر تعلم واحد الحاجة كتسمى اللور. وشني هي هاد اللور هادي؟ إذا مشيتو ترجمتو للور غالبا غادي يعطيوكم العادات والتقاليد، وهي كيكون بحال نقولو عادات التقاليد وداخل فيها حتى التاريخ. مثلا شي حضارة اللور ديالها كيهضر لك على كي دارت تأسات، الحكام اللي دازو فيها، التاريخ ديالها، والعادات والتقاليد ديال الشعب ديالها، هادي كلها كتسمى اللور. وهاد المكتبة هادي كتلقى فيها كتوبة اللي بحال هادو اللي عندها بوريتكم، اللي يمكن لك تقرا على اللور ديال هاد المدينة. انا نضربو طليلة، ما قراوش داكشي بطبيعة الحال بزاف، حنا غنشوفوها كي دايرة ونخرج. هادي هي المكتبة. عندها يعني جوج بيبان. مثلا غادي نجيو نمشيو غير بشوية library rules. يمكن لك بغيتي تقرا حتى القواعد ديال المكتبة، شنو خصك دير وما خصكش دير في المكتبة. يمكن نطلع هنايا، يمكن لي نطلع. So, ها مثلا the fox in the dandelion sea. عندنا Vera's melancholy، ما عرف شنو هذاك الرقم، كنظن 6. نو غيكون 6، 6 ولا 7 ولا 9، والله ما نعرف. شي دابا هاد الكتوبة يعني يمكن لي نجمعهم ونقراهم. شحال قدك؟ خاوي هاد المكتبة هادي، كلشي ملاهي في الانترنت دابا، مبقاوش كيقراو كتوبة حتى فهمتها، حتى انا زعما في مونشتات. إلا موسك سكولر، حيت كاين واحد العالم مخترع راه كنظن هو ما عرفتوش يكون حاليا هو أغنى واحد في العالم أو لا ثاني أغلى واحد في العالم، سميتو إيلون ماسك، هو اللي صوب الطونوبيل، المهم مؤسس ديال الشركة ديال تسلا وسبيس إكس. هو أصلا من غير أنه مخترع يعني كيخدم في البورصة، خدمته في البورصة. المهم سميتو إيلون ماسك، راه مشهور، اللي متبع الأخبار يعرفو. وهادي دايرين سميتها إيلا ماسك سكولر أوف ذا هيليتشورليان لينغويستيكس. دابا هادي عالمة في اللسانيات ديال شي لغة سميتها الهيليتشورليان، شي لغة يمكن كاينة في هاد اللعبة. يي إيكا غوشاموسي وات كم أجين. sorry, I was off in my own world. قلت لك اسمح لي، راه كنت تالفه في العالم ديالي. That was Hilichurlian for hello there. Have you eaten? دابا راه قالت لي السلام عليكم، واش كليتي؟ Why does it sound so hostile? نقول لها علاش هاد اللغة كتبان بحال اللي كتهدد، يعني بحال شي واحد كيهضر معاك بشي لغة كتقول له واو، بحال اللي كيجيب لك الله راه عايرك ولا ورا باغي يدابز معاك، حيت كتكون واحد اللغة قوية كتهدد. Are you questioning my academic credentials؟ قلت له واش بنت لك انا ما عارفاش شغالي. Well I suppose that's not unusual. Hilichurlian لا ما فيها، ما قرا هادشي كامل. Hilichurlian linguistics is severely underdeveloped as an academic discipline, so I still have a lot of questions regarding the exact meaning of certain words. The biggest gap in Hilichurlian linguistics is fieldwork. If I had the chance to communicate face to face with a Hilichurl, it would shed light on so many burning questions. It just what? ويش حبي هذا الله يعاون. المهم هذه لحد الان مازال ما ضبطت هذه اللغه، وقلت يكون حسن الى هضرت مع شي واحد فصفص، حيت عندي بزاف الاسئله اللي ما نقدرش نجاوب عليهم بلا ما نهضر مع شي واحد بهاد اللغه. كان اللغه كتموت عندهم في العالم، اوكي كيحاولوا يدرسوها ولا ما نعرف.
عطي ما عندي حتى شي فكره على القصه ديال اللعبه. وهذه هي المكتبه، غنتحركوا دابا. اختار ما دايرينش هذيك القضيه بحال واركرافت مثلا. مثلا تصور معايا انت اي شاخد في هذه اللعبه هكا وكتلقى بنادم دايز محداك بحال واركرافت نيشان، تكون حسن. زعما ما دايرينش هذه القضيه، يعني هذه اللعبه واخا هي اونلاين ما كتلعبش مع بنادم هكا، حتى كنظن انت كديروا الدانجنز وكتلاقاو جروبات عاد كتشوف بنادم جايه ناقصه. اوكي نخرجوا دابا. القضية عاوتاني لاحظتها الفيديو اللي داز، راه هي واحد المدينة كتبان في السماء. هاي هادي راه ما كانش هادي واحد العام، انا من غير هاد جوج الفيديوهات اللي صوبتهم اخر مرة دخلت لهاد اللعبة هادي شي عام وما كانش هاد المدينة، كنظن عاد زادوها. شي راه مدينة في السماء. فايل سكس فينغرد خوسي. سكس فينغرد كتعني شي واحد عنده ستة صبع، دابا هذا هو خوسي ستاتي. وفين بعلوكة مازال كدور هنايا؟ خليك هكاك كش. انا نضرب مع هذا. هلو اني سسبيشس اكتيفيتي تو ريبورت؟ قال لي كاين شي حاجة اللي تقدر تقولها لي واقعة في هذه المدينة. المهم suspicious activity وصافي. Are you on patrol؟ patrول هما داك الدوارات ديال الحراسة، دابا هذا راه يمكن خدمته انه يعس على هذه الجهة هذه. Yes, I'm responsible for security in the vicinity of the cathedral. I patrol the stairs in front of the cathedral's entrance. قالك اه انا قالك انا مسؤول على الحماية ديال هاد المنطقة هذه اللي حدا الكاثيدرو، حدا الكنيسة. I patrol the stairs in front of the cathedral. قال لك كنحرس الدروج اللي قدام الدخله ديال الكنيسه. I'm proud to have this job because I get to guard the animal arch and statue. But I must say these stairs are taking their toll on my knees. قال لك انا فخور حيت عندي هذه الخدمه هذه، بصيفتي كنحرس التمثال ديال الاله ديالنا انيمو هذا. قالك ولكن خصني نقول بلي هاد الدروج هادو راه بداو يعيو لي رجلي، فراقتو كيحرقو وطلعو هبط. ساي I shudder to think whether I'll be able to keep doing this in 10 years time. قالك كنرتاعش من الفكرة ديال واش نقدر نبقى خدام في هاد الخدمة من دابا 10 سنين. وقتي من دابا 10 سنين راه لقيتي كطلعو تهبط راه تعوقنيش انا، ماشي اما تعوق ولا تولي بحال روني كولمان. انك شي فخاد قدوم قداش قد تردق عليهم انا. ها اوكي سو كيبان لي ندخلو الكنيسه ونخرجو ونساليو الفيديو حيت هادي هي المدينة. قبل ما نشوفو الكنيسة نضربو الدور عليها نشوفو شنو جاي موراه. ما عرفش انا شنو جاي موراه.
مقبره فري هاد القضيه كيديروها بزاف، مثلا حدا كل كنيسه كبيره كتلقى واحد المقبره صغيره الله اعلم لك كيدفنوا فيها غير داك الفقهاء اللي كيموتوا لهم وصافي. دابا حتى انا راه ما كاينش بزاف ديال التوم ستونز، شي 20 يمكن. كنطيح صافي ندخلو دابا. راه كي ذكرت المره اللي دازت هاد السقوفه هادو وهاد الحيوط والجاج، غالبا كيكونوا فنانين مشهورين هما اللي كيخدموا في الكنائس الكبار، كنيسه كاتدراليه ماشي كنائس صغار. و مثلا مثال على هادشي هو مايكل انجيلو، كاين واحد رسام ونحات ومهندس ايطالي زعما، كان هو اللي خدم داك سيستين تشابل. راه بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شنو هي اصغر دوله في العالم هي الفاتيكان سيتي، جايه في روما. هاد الفاتيكان سيتي فيها واحد البلاصه سميتها واحد تشابل كتعني كنيسه صغيره فين كيصلي هاد البوب، هذا البوب زعما ديال الفاتيكان سيتي. وهاد سيستين تشابل السقف ديالها، مثلا الا مشيتو دابا لجوجل وقلبتو على هاد سيستين تشابل غادي تلقاو بلي السقف ديالها كله غادي فيه واحد الرسومات. هاد الرسومات مايكل انجيلو هو اللي صوبهم، ولا ما عاقل انا كنصوبهم ما بين 1508 و 1512. وشنو التعبير اللي كيديروه في التصاور هادو؟ غالبا كيديروا التوقع ديالهم، راه كنذكرت على المره اللي دازت التوقع ديالهم للجنه، مثلا الجنه كيتوقعوا كي دايره الملائكه وداك الشيء، او دا الحرب ما بين الملائكه والشياطين. ولكن هاد مايكل انجيلو شنو دار داك المراحل الرئيسيه في التطور الروحي ديال البشر في العلاقه ديالو مع الله. غادي نشرح لكم هذه القضيه. مثلا من النهار بداو الناس كيامنوا بالله، يعني داك المراحل الاساسيه اللي وقعت وبالاخص اللي مذكورين في الانجيل عندهم هما، يعني الاعتقادات ديالهم هما، هذوك المراحل الاساسيه هو دار عليهم واحد اللوحه فنيه كبيره، وهاد اللوحه الفنيه جايه شاده على السقف كامل ديال سيستين تشابل. هادشي غير جوجل، سير دابا لجوجل تكتب سيستين تشابل سيلينغ، ولا يكتب غير سيستين تشابل ودير تصاور، وما غادي يعطيوك السقف ديالو. السقف هو السيلينغ، وكتشوف داك التصور ديال مايكل انجيلو في داك الوقت، ولا ديال المسيحيين في داك الوقت بصفة عامة. هادشي في 1508. داكشي زوين، داكشي مثير لاتيني بوردغا. عايز غادي نخرجو دابا نهضر مع هادي فري، هادي مبزلة، هادي ما هضرناش معاها المرة اللي دازت، راح تحركو عندنا نيجي. والله لا كاليتي ماشي. اوه هي مي باربيتوس جنتل ويند بي ابون يو. اوكي بحال اللي دعات معايا بسميت الاله ديالهم. هلو از ليلي يور داتر. ما سوق ليلي كنظن هي ديك البعلوكه اللي بانت ليه، راه هي غنسول غنقول لها السلام نكزمو فيها. هاف يو اولسو كوم هير تو براي
قلت له جيتي هنايا باش تصلي انت يا باغي تصيفطني جهنم هاد النهار ولا شي. If you pray to Lord Barbados with a sincere and earnest heart, he will certainly hear our cry and respond. قلت كي لدعينا وصلينا الى باربيتوس بواحد القلب فيه الخشوع وصادق غادي يسمع لنا وغادي يسمع البكاء ديالنا ولا الدعوات ديالنا وغادي يستجب. هادي والله الا باغي تصيفطني جهنم مليش انا صافي هادشي اللي كاين. غادي ندير لك شي شقاف اخر انا عندي الموت. عشان نسالو الفيديو دابا كيبالي ما لقاوش شي بلاصه احسن من هذيك باش نساليو فيها الفيديو ناعي فهاد الدين ديال التيمتان. او نو ما بغيتش نهبط بغيت نضرب غادي نولي نطلعو لتما ونساليو الحلقه وبهادي غادي نحيد هاد اللعبه صافي ما نعاودش نولي ندخلها غنحيدها كاع ما نوليش كتهز بزاف وما كانش خداش عشران واحد الكادو اوكي فينا فينا في المشينة راه كاينين كي قلت انا قبيله راه كاينين مملكات واحد اخر يعني حيت هاد اللعبه راه فيها بزاف شخصيات غير هي ما ماشي فاش كتبداها كتبقى تختار شنو باغي باش تلعب لا ما كيديروش وما هكا اها اما كتبدا بهذا ولا كتبدا باختو الخت هذا اختو توام انت كتختار يعني كتختاري الجنس واش ذكر ولا انثى ومن بعد كتبقى تكتشف الشخصيه داكشي علاش انا يمكن لي نحولك دابا راه عندي جوج شخصيات هذا وهذا وانت غادي وكتكتشف وكتديبلوكي وكتلقى مملكات وحدة اخرين المهم قصة طويلة قصة معقدة اللي انا ما عارفاش ما عارفش عليها بزاف. المهم كيف ما كان الحال هاد اللعبة زوينة هاد اللعبة واعرة. سو شكرا على المشاهدة كيف العادة اللي عنده شي فكرة يجي هاد الكومنتيرات اللي ما عندوش يتفرج ويتكمش ونشوفوا ان شاء الله فيديو واحد اخر يلا الله يعاون.